الاقتصادية، يعني بجيب صنف معين استخرج منه وصناعات تعتمد عليه، واجي بعد مثلا 30 40 سنة الموضوع يخلص. لا، ما هو مستمر ده لازم يكون في استمرارية، مستمر. ولازم يكون في استمرارية، وإلا أنا بضحك على الأجيال الجاية وبديها حاجات مش بديله اعمل حاجة هي مش موجودة، هي مش موجودة. لما يجي مش هلاقيها. ما أنا هستهلكها في 30 سنة ولا 30 40 سنة. سنة، نعم ابني بقى ولا حفيدي هيعملها ازاي؟ نعم فعشان كده بقول، اما بقول لحضرتك في البدايه ان هي سياد جدوى اقتصادي. صديق عظيم، خير ان شاء الله. والله ان شاء الله الخير جاي والخير قادم، وان شاء الله ان شاء الله مستقبل باهر انا يعني منتظره من محافظه شمال سيناء ان شاء الله. لو الدولة النهاردة بقى اهتمام وبقى حضور الوزراء ورئيس الوزراء قبل كده تمام، ايوه وست الرئيس كمان، يعني الزيارات دي كمان بترفع من أهمية المكان ده. خلاص من القيمة بتاعت المكان. والأمن، ما هو أنا كل بيجي لي مسؤول بيبقى عندي الوضع إيه؟ آمن. آمن صح. هي دي الأمن بيجي منين؟ هو وكالات الأنباء والعالم أهي هيتابع الوضع في سينا منين؟ إنه في زيارات بتتم، فالوضع لا احنا النهارده في شيخ زويد وفي وجنب الحدود، يبقى هنا الوضع الامن. الرساله، وانا عاجبني حكايه المسؤولين النهارده على طول ورا بعض، عشان ده لازم يبقى كده. احنا الاسبوع اللي فات كان عندنا السيده الفاضله وزيره التضامن الاجتماعي، يعني حقيقي الدوله ما بتبخلش. والحاجه اللي انا بقى يعني عايزه من داخلي يعني اشيد بيها، حقيقي وزير الماليه، وزير الماليه ما فيش طلب بيطلب لمحافظه شمال سيناء غير لما بيه. والله الناس هنا طيبه كمان، الناس كويسه وتعاونين، متعاونين حبوا البلد جدا، متعاونين كده. جدا، واذا كان في واحد ولا اتنين شاذين وانا عادي، كل مجتمع فيه طبعا، في كل مجتمع فيه احنا وعيه على الزواج الاعظم من لا الناس طبعا اللي هم مع البلد. لا مش كده صح. طب نعم، طب الشيوخ كمان كويسين قوي، والشيوخ كويسين، قوي فعاليين كويسين. ان انا مثلا نتيجه العمليات الارهابيه امشي اروح امشي واروح اقعد في حته أدى. ابقى انا كنت قاعد في قصر واقعد في عشه. لا صحيح طبعا، صحيح دي كانت خاصيه على طبعا خالص طبعا طبعا خالص، بس زادتهم اصرارا حقيقه على هذا الموضوع. وانا اتمنى هم، انا واثق من دي وقلتها لحضرتك، انهم يعني رغم ان بعضهم اشترى ارض في الاسماعيليه لا ولا حاجه هنا، ولا حاجه هنا. لا هنا بالظبط، لو عمل ايه؟ أيوه النبي لو خد مليون فدان في اي حته ولا تفرق، انا ياخد ايراد احسن. ايوه بالظبط، احنا كلنا كده، ارضك بلدك اتولدت عشت هو ارضك، اجيب